دينا العريش خلط ديال واحد التراكم واحد المكتبه ولو على دين 25 سنه. انا عندي سؤال بسيط او ملاحظه بسيطه. ماشي خبير فيما هو تكنيك، لكن السؤال الذي استحضرني من خلال التسبب ديال مخطط توجيه التهيئه الساحل هو سؤال هويه المدينه. لما نطرح واحد المشروع على 25 سنه يجب ان يحمل عنوانا كبير ديال اي مدينه نريد، اي ساحل نريد، اي مستقبل لابنائنا نصنع. دراسه حول الجواب على ما هو تقني لن نختلف على الحاجيه في المدينه، ولكن اعتقد بان التصور المخطط المديري هو سؤال يجيب او يحيل على الهويه ديال. اذا كان ممكن كنهضر مع الاخوان الوكاله الحضريه وما كيجمعوا ما نهضرش ما نهضرش. بالنسبه لي اللي بغيتو ما نهضروش، ولكن اعتقد بان السؤال الاساسي الذي يجب طرحه والتركيز عليه هو السؤال، اعيده واكرره، الهويه المدينه يفتقدها هذا المخطط. مخطط ما عندوش روح. مخطط ما عندوش روح، مخطط ديال 25 سنة، هذه ماشي بناية عندي واش كنتفقوا واش غنديروا بها السفري ولا البوغي. المخطط يفتقد لروح المدينة. ما خدرش يتجاوز ما هو تقني، الخروج ما عندكمش فلسفي، ولكن عما هو إنساني. أي مدينة نصنع للأجيال المقبلة. كاين برنامج عمل جماعي، كاين مخطط جماعي ديال المدينة. هذا الشيء يجب أن يدمج، هذاك المخطط. كان فيه واحد التصور اللي حاول المجلس يجيب بشكل او باخر، واللي لحسن الحظ كي دار لي في هاد الدوره عندنا واحد الحصيله اوليه للتقدير ديالو، نتمنى ان توفقوا فيه. اظن بان كان يجب ان يدمج ديك الشيء اللي جا، ماشي التقني. انا لا اتاكد لا معنى المسائل التقنيه. انا نرجع ناكد على البعد الانساني للمدينه حيث يجب ان يعيش الناس، وحاول السؤال الهويه، أي مدينة للمستقبل نريد أن نصنع. وشكرا وأعتذر.